البح ريسيت سيف. اتوقع بلايرز بلس جيم بلاي او جيم بلس او كام. اوكي تمام. طبعا سيني جديد في او بي اس فبعدني اتعود عليه سيتنجز يعني. ايه اوكي انا قاعد اشيل والله حاطين ويب كام في النص زين نشوف وياهم. ايه عندنا الحين عبد العزيز كالعاده عبد العزيز كابتن فاكر هنا حتى. عن الباح خالد آيك. اوكي خالد بس اوكي زين. بدأوا الجيم على هازر بلس سماشفل. طبعا الروسيت يعني كل هازر بلس السجي يعتبر شبه نيوترال لان للحين اول مره نشوف هاللاي اوت صراحه في سماش. ايه كان موجود اول في مرحله هازر بس يعني تقريبا كان ترانسفورميشن ستيج. ايوه هازر غير ان السيلينج كان وايد نازل صحيح. بس المرة بنشوف اذا بيستوي سماش فورد جديد ولا بنرجع على بوكيمون ستاديوم 2 نفس اللعبة اللي ما نقدر نتكلم عنها من البداية. سبايك ني ترو كومبو لانه ما يصير تسوي تك. يا اخي انا وايد احب هالميكانيك. اي دونت ونت تو بي تكبل. هو اصلا دائما كان شيء تكبل. ما اعرف ليش سماش فور ما غيروا. نيز He's good. Yeah, خاصة يعني كل الضربات بشكل عام استوى أقوى. إيه. أوكي. خيبة شوف الأنجل اللي ضربت عليه الكاونتر. Yeah. بشكل عام الأنجلز بتحصلهم. أوكي. أوكي. أوه أتأخر سوى دبل جمب صدق كلها. إيه. نير. أوكي 3-1. انا مستغرب من الابي مال كرت فاكر شكله غريب شويه. اوكي نبدل الذبحه. ليش شكله غريب؟ بس شي يعني انيميشن يعني؟ جسمه مال ميلن على قدام زياده ما تعرف؟ يعني شي مو انا مشكلة عمري ما شفت خلف النار. واو تحس اسم مسلسل ولا شيء. والله خلف النار. المهم اتوقع داونر حق باكر. بريد اند باتر دايموند ترو باكر فاللعبه اظن نقصوا الكيل باور. ايه نقصوا الكيل باور وايد بس اني حتى احس نقصوا الكيل باور حقه ولا تقلي احس بس الاكل حقه انت صارت تحت ممتكد والله. ويك ني از جود ناو. ليش؟ اتس نوت از مانش اوكي فاهمين ان عندك ستوك زياده. لا اوكي خلاص بس مرتخته. لا استعين وايد بس اوف اوكي 160 اوكي خلاص المفروض الحين ما يستهبل باكر اخذت الستوك. اوكي زين زين اوكي جيم 1 حق عبد العزيز. اي هاف سي ات ليست انا احسن كابتن فالكون شفته لحد الحين في التيمت. خليته في المارك. لا في التمت انا ما شفت ماتش التمت فالكا ثاني ابدا. والله عندك فيتاليتي يعني. هي بس انا قصدي انا قصدي يعني ما قاعد اشوف كونتنت اصلا. حتى المشكله كل حد قاعد يلعب ما يشوف شيء. ايه ايفرون از بيزي. وبعدين صراحه الكونتنت اللي تشوفه اونلاين ما ينشهر الا الناس اللي مسويين يعني كومبو تك ولا سمثينج جانك. من سماش فيل لتاونر سيتي. الفرق بين تاونر سيتي هنا وسماش فور ان السيلينج اعلى بوايد. اوه ها يعني ما يستوي تساوي لادر كومبو الا لو يعني كان بيذبح اصلا. وغير هذا البلاتفورمز اللي على الجنب لاحظ انه ثابتين ما يتحركون فوق. ولما يروحون يمين يسار. لما يطلعون يختفون على اخر لحظه يعني ما يستوي يسوي لك كاري البلاست زون. اوكي ذاتس جود صراحه. بس بعدها في ناس يعتبرونه كاونتر بيك مو بستارتر بسبب هالشيء انه يعني البلاتفورم يطلع برا الستيج. اوكي جاب ما اتوقع كان تو فريم بس جاب نيوترال بي حقت اي هذا الستوب. لا هي نيوترال بي تضرب تحت الستيج اصلا. ايه
تضرب عليها هيت بوكس جيد. اوكي سوى اكثر احسن كثير على بس يسمونه النيرف الكاركتر بعرض لي يعني. بس هو مو بلهالدرجة خاصة مو ضد شخصية سريعة بالكتر بس دامتلت شد بي سبام تأكبر بعد مشكلة ان فاكن سريع فيعني صار تحصل فرصة صد شوف سواله كروس اب فاكر وجاب وهو ما مدع حدد في شيء يعني صد سريع That's not true. That okay. آخر من الجم. شوي كان بيتكلم. إيه طمع شوي بس ما he died into the stage. أبير السوس بعد ما بال. بعد صراحة pretty even. قبل شوي شفت الكروس اب الجديد على قولت بعض الناس. إيشو؟ اللي هو تركب. لا ليش؟ كم ميت؟ لا كان ممكن يسوي له هاك سفايبل بعد يعني خلاص ميت ليش؟ خاصة ما دام ان الجيم قريب فلا تخاف صح كان ممكن يسوي دوج وتموت انتوا الاثنين لا بعد ما في سماش ذات وركس الحين اتوقع راندومي اب سماش اللاج عليها جدا قليل This is صراحة anyone's game. أيوة. But what? Bad DI غالبا. غالبا bad DI. No.